كده كارت الاوبشن اللي هو 0190 ده كارت بسيط بيركب عليه ثلاث كروت اوبشن في ثلاث اماكن بس، ممكن احط عليهم ثلاث كروت. كروت الاختيارية اللي ممكن احطها عليه كتير. طب ازاي وهو ما فيهوش الا ثلاثة؟ طب ما نحط كارتين اوبشن او اكتر من كارت اوبشن ممكن يركبوا في السنترال، ودي ليها جداول موجودة هنقدر نشوفها ونعرف كل سنترال ممكن نحط عليه كام كارت من كل نوع. انما هنا الكروت اللي ممكن تركب هنا على الثلاثة سلوت دول اهي موجودة. كارت المسج اللي هو 191، كارت الاس بي ام اللي هو 194، وهو نفس الكارت 192، ده 2 وده 4، ودول حسب السلوت بتاعهم حسب توظيفهم. لو انا حطيتهم في سلوت 3 ليهم توظيف، لو حطيتهم في سلوت 1 ليهم توظيف تاني، وده هيبقى باين دلوقتي. انا عندي كارت بعد كده عشان اركب 4 درفون او 2 درفون سيان، ده موجود وده موجود. وعندي كارت اللي هو انبوت اوت انترفيس عشان اخد اشارة من انذار الحريق مثلا او من الانتروجن سيستم اشتغل بيها على السنترال، اعمل اي حاجة، اضرب جرس، اشغل رسالة، اي حاجة ممكن اعملها. وفي عندي الايكو كانسلر اللي هو بشيل بيه الصدى من على الخطوط الخارجية اثناء الكونفرنس الخارجية. ده شكل الكارت. وهنا حاطين الملاحظة بتاعة كروت الـ STM 192 و 94، إن أنا لو ركبتها في مكان واحد أو اتنين مش هيشتغلوا STM، لكن هيزودوا اللينكس بتاعة الفيزا. ده شكل الكارت الأوبشن. هو فيه ثلاث أماكن ممكن أحط فيه ثلاث كروت اختيارية، ودي مفهوش حاجة خالص، هو جاي فاضي تماما بالكامل، هقدر احط عليه اي ثلاث كروت اختارهم من الجدول اللي احنا قلناه. دي انواع الكروت، شكلها فيزيكالي عامل ازاي وصفها. ده كارت المسج الاربعة وده كارت الاس في ام الاربعة وده كارت انبوت اوتبوت انترفيس وده كارت الايكو كانسل. ده كارت 4 درفون وده 2 درفون، وطريقة التوصيل بتاعتهم